مشهد أبيض في ريف دمشق لا يخفي الواقع القاتم الذي يعيشه السوريون، لا بل يزيده سوءا. فالثلوج المتراكمة في مدن الريف لا سيما في الزبداني شمال العاصمة زادت على مصيبة أبناء المنطقة مصائب. 70% من المدينة انقطعت عنها الكهرباء بتاتا، وذلك وسط انقطاع تام للمحروقات وبالتالي للتدفئة، وصولا إلى غياب شبه كامل للطحين ولقمة العيش. مازوت ما في، خبز ما في، طحين ما في، كهرباء ما في. ووسط انقطاع لكل مستلزمات الحياة الأساسية، الطرق كذلك أغلقتها الثلوج، مقفلة الباب أيضا أمام أي إمكانية لإدخال تلك المستلزمات من المدن المجاورة. جهد شخصي يبذله أبناء الزبدان لفتح الطرقات بإمكانات محدودة. بالدوزرات كلها واقفة، ما في مازوت متشغلة. في عندنا شوية بنزين عم نفتح بالسيارة الدفع الرباعي، ما في غيرها بالزبداني. موقع الزبداني على سفح الجبل جعلها ومنذ أشهر كثيرة هدفا سهلا لقذائف النظام، هدف ما زالت تركز عليه هذه القوات وإن أثنتها قساوة العاصفة الثلجية قليلا. قصفوا صوب الحارة قذيفتين ثلاثة، وإجت عندي بالبيت قذيفة وعند بيت عمي قذيفة نار السطح. واقع لم يقلل من مرارته صقيع الثلج، بل أجج فيه لهيب القسوة التي تشعلها وباستمرار قذائف النظام. لارا نبهان، العربية.